أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من التغطية الخاصة. في هذه الحلقة سنركز على التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن إطالة أمد التهدئة الإنسانية في اليمن، والمتصلة أيضا بمؤتمر الحوار الذي سيبدأ في الرياض الأحد القادم، وسيضم ممثلين عن الأطراف السياسية، وسيتناول بشكل خاص الاتصالات التي أجرها نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وستركز أيضا حول مؤتمر الرياض الذي من المقرر أن ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة. في هذه الحلقة نناقش استمرار الجهود الدبلوماسية بشأن حل الأزمة في اليمن. معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي ياسين التميمي. مرحبا بك أستاذ ياسين، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. أيضا سيكون معنا عبر الهاتف من صنعاء الكاتب الصحفي محمد شمسان. ولكن قبل أن نبدأ هذا الحوار نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. الحرب والحوار ثنائية تتسابق في مضمار يمني منهك، ففي حين تستمر الحرب رغم الهدنة تتسارع الخطى باتجاه عملية سياسية تعيد البلاد إلى خط التسوية، وهي عملية يبدو أنها تمضي بمسارات متعددة. القمة الأمريكية الخليجية التي اختتمت في كامب ديفيد شددت على الانتقال السريع من العملية العسكرية إلى العملية السياسية، موقف يتعارض مع الحرب لكنه أبقى على أفق التدخل العسكري للتحالف العربي مفتوحا إلى أن يحقق أهدافه السياسية. وبالتزامن مع بيان القمة الأمريكية الخليجية أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح في اتصال هاتفي نيته الشروع في التحضير لعقد مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن الأخير، فإن عدم التفاؤل هو الشعور السائد لدى معظم اليمنيين من أن يتلبس هذا المؤتمر الصيغة ذاتها التي كرسها المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، صيغة تحول معها الحوار إلى مجرد مظلة أممية لعملية التقويض المتسارعة للدولة ومؤسساتها وللتسوية السياسية ومرجعياتها طيلة الفترة الماضية. وفي الرياض سينطلق في 17 من مايو الجاري مؤتمر للحوار، بدا واضحا أن الطرف الذي أعلن الحرب على الشعب اليمني وهو الحوثيون والرئيس المخلوع صالح لن يكون حاضرا فيه. ويرى مراقبون أن مؤتمر الرياض سيعزز من صيغة التحالف الوطني واسع النطاق حول الشرعية الدستورية ومشروع الدولة اليمنية الحديثة التي نصت عليها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمرجعيات الأساسية للتسوية السياسية، توجه من شأنه أن يفقد زعماء الحرب فرصة الاستفادة سياسيا من مهمة تقويض الدولة ويحول دون عودتهم إلى المشهد السياسي من بوابة الحرب بعد أن خرجوا منه وفقا لمخرجات الحوار الوطني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا معكم مجددا في هذه التغطية الخاصة. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، تحركات دبلوماسية واسعة من أجل الأزمة في اليمن قبيل انطلاق مؤتمر الحوار في الرياض، كيف تقرأ هذه التحركات؟ هذه التحركات تأتي في السياق الطبيعي، خصوصا أن اليمن يشهد اليوم سريان للهدنة، وهي هدنة إنسانية بطبيعة الحال وهدنة مشوبة بالحذر بل ومخترقة على نطاق واسع من قبل الميليشيا الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. هذه التحركات تمضي بثبات لأن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي حريصون جدا على إحلال السلام في اليمن وعلى إعادة البلد إلى مسار التسوية السياسية. هناك بطبيعة الحال كما ورد في التقرير مسارات متعددة في هذا الاتجاه، اتجاه السلم واتجاه عودة اليمن إلى خط التسوية السياسية. الرياض يمثل مسارا، وما يطرحه أمين عام الأمم المتحدة من مؤتمر قد ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة يمثل مسارا آخر، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن لمؤتمر الرياض وللمؤتمر المقترح من جانب الأمم المتحدة سقف واحد وهو مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الأساسية والتقليدية للتسوية السياسية في اليمن. نعم أستاذ ياسين، هذا مظلة واحدة هو مؤتمر الحوار الوطني، لكن
على الجانب الآخر الحوثيون هناك خروقات، وهناك عدم رضا وعدم التعامل أيضا مع هذا الحوار الذي من المزمع في الرياض، وهناك مطالبات كما تابعت وكما نتابع الأخبار يعني لنقله خارج عاصمة السعودية في الرياض إلى 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 بلد ثالث قد يكون ليس طرفا في الصراع الحادث الآن. الطرف الذي أعلن الحرب على اليمن وهو هم في هذه الحالة الرئيس المخلوع وقواته المتمردة والحوثيون، هذا الطرف أصلا هو أفشل العملية السياسية وأجهضها لتحقيق هدف واحد وهو فرض أجندته السياسية وخياراته الأحادية من جانب واحد بواسطة الحرب، ولهذا هو يرفض المشاركة في مؤتمر الرياض، لأن مؤتمر الرياض يهدف إلى العودة إلى مسار التسوية السياسية، يهدف إلى إعادة الجميع إلى مسار التسوية على قاعدة المرجعيات المعروفة وهي المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وأيضا دعمية شرعية الحكومة الحالية والرئيس عبد الله وتحت مخرج. مظلة الشرعية الدستورية هم يريدون تصفير العداد السياسي في هذه الحالة، وهو تقليد يعني تقليد سائد من زمن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، كان يلجأ إلى هذا النوع من الأساليب وهو تصفير الحياة السياسية. هل سينجح هذه المرة برأيك أستاذ ياسين؟ في تقديري لن ينجح، لأن قرارات الأمم المتحدة واضحة، القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن واضح، حتى مجلس الأمن أعاد الأمور إلى طبيعتها وشدد بشكل أساسي على المرجعيات الأساسية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. هناك مؤتمر الرياض تكمن أهميته، صحيح أنه ستغيب عنه الأطراف التي أعلنت الحرب على اليمن وهم الحوثيون والرئيس المخلوع، ولكن هذا المؤتمر اليوم يهدف إلى بناء جبهة وطنية عريضة. التوافد القيادات السياسية من المحافظات الجنوبية ومن المحافظات الشمالية ومن مختلف القوى السياسية إلى الرياض، هذا يدل على أن هذا التحالف العريض لا يمكن تجاهله في المستقبل، ولا يمكن أن يغطي عليه هذا إعادة الإنشاء الانتشار الذي قام به الجيش المتمرد في المحافظات ليظهر أنه يحكم السيطرة على البلد وبالتالي يفرض واقعا جديدا. هذا الأمر غير ممكن الآن، هناك رفض كامل وطني كامل يعني يتشاركه الجميع، قوى سياسية مختلفة من مختلف المناطق، هناك اليوم وقوف على أرضية مشتركة. ما كنا نتوقع مثلا أن يذهب علي سالم البيض للقاء بحاح، أيوة للقاء بحاح ويتواجد في الرياض، كيف تقرأ ثم يخفض سقف مطالباته؟ لا لشيء إلا لأن الجميع اليوم يشعرون بأن اليمن مهدد فعلا، وأن إيران تكاد تخطفه، وأن البلد اليمن ومعه المنطقة ذاهبون إلى كارثة إذا لم يتم تدارك هذا الأمر، ولهذا الجميع اليوم احتشد في الرياض لكي يظهر لهذه الجماعة المارقة والمتمردة التي تحارب وتدمر البيوت وتقتل الناس في المحافظات وفي المدن وتدك الأحياء الآمنة في أكثر من محافظة وفي أكثر من مدينة، أنها لن تنجح أبدا في خلق واقع جديد وفرض هيمنتها على اليمن بقوة. طيب أستاذ ياسين، في هذه يعني إذا ما يعني هناك ضغوط دولية مثلا من المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالدخول الحوار في جميع الأطراف، من برأيك الذي ستكون له الكلمة الأقوى في الداخل، الحوثيين أم علي عبد الله صالح رئيس المخلوع؟ ما يبدو ظاهرا الآن هو أن المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه علي عبد الله صالح، وإن كان المؤتمر الشعبي العام اليوم أصبح تيارات ومواقف مختلفة، فجزء كبير من قياداته اليوم تتواجد في الخارج، وأعتقد أنها أعلنت بوضوح وقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية، وما بقي في الداخل هو الجناح الموالي للرئيس المخلوع، وهو جناح متطرف يتبنى وجهة نظر الحوثيين، وبالتالي ربما يقول البعض لكن هو الأقوى، لكن في نهاية المطاف هو بالتأكيد الذي يقود القوات المسلحة الآن من غرف عملية مغلقة هو علي عبد الله صالح وأقربائه، وبالتالي هم الذين يمتلكون السلاح وربما يكون موقفهم أقوى. أيضا من الناحية السياسية يمكن ممارسة الضغط على الرئيس المخلوع وجماعته وجناحه السياسي في المؤتمر الشعبي العام، لكن هناك دفع بالحوثيين لكي يكونوا في الواجهة ولكي تظهر العمليات العسكرية التي تدور في الساحة على أنها عملية تتم ما بين الحركة الحوثية وخصومها. لكنه في الأخير قد أعلنها صراحة أنه سينضم ويدعم جناح الحوثيين، لكن هو أيضا هو وفر
الوقت والجهد وقال انه اصبح تحالفه ما كان ما يعني العالم اصبح الان على العالم يدرك جيدا ان الحرب التي تتم اليوم ليست حرب الحوثيين ضد الشعب اليمني، وانما حرب يعني تقوم بشكل اساسي على الجهد التسليحي والبشري المقدم من الجيش المتمرد، الى جانب طبعا الميليشيا الحوثيه. وبطبيعه الحال هناك وهذه المجموعه ايضا تعكس نوع من الاصطفاف الجهوي المذهبي الذي يهدد اليمن بالمزيد من التفرقة. طيب استاذ ياسين ينضم إلينا الآن من صنعاء الكاتب الصحفي محمد شمسان. أستاذ محمد أهلا بك معنا في هذه التغطية الخاصة. أبدأ معك، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ بعد زيارة استمرت يومين في صنعاء والتقى فيها العديد من الفرقاء السياسيين هناك، سواء من جامعة الحوثي أو من علي عبد الله صالح أو بعض يعني كما قيل قوى جنوبية لا زالت في اليمن. برأيك ما هي النتائج التي خرج بها المبعوث الدولي؟ أهلا وسهلا أخي الكريم، أولا أسعد الله مساكم بالخير، التحية لك ولضيفك الكريم ولأستاذ المشاهدين. أهلا بك. في الحقيقة زيارة المبعوث الدولي لليمن ربما فتحت آفاق جديدة للتفاؤل وأيضا الأمل لدى المواطنين من سكان العاصمة صنعاء، كون الأفق السياسي خلال الفترة السابقة كان مسدودا تماما بسبب التوترات السياسية وسبب أيضا وبسبب المواجهات المسلحة التي تشهدها العديد من المدن والمحافظات اليمنية. أنا أعتقد أن زيارة المبعوث الدولي تأتي في إطار الجهود الدولية التي تبذل للعودة إلى مسار العملية السياسية، وأيضا للتخفيف من حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الوطنية، وأيضا إيقاف المواجهات المسلحة التي تدور سواء كان في محافظة عدن وتعز والضالع أو حتى العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة التحالف. الزيارة أعتقد أنها لا يمكن الحكم عليها خلال هذه الفترة لأنها الزيارة الأولى، وربما الكثير من التفاصيل ما دار في اجتماعات هذه اللقاءات لم يكشف عنها حتى هذه اللحظة، لكن من الصعب جدا التكهن والحكم بنجاح هذه الزيارة. نعم. طيب أستاذ محمد، من يعني بلقاءاته عبر المكونات السياسية الموجودة والتي نعم. طيب أستاذ محمد عفوا، جدية الأطراف اليمنية الذي التقى فيها المبعوث الأممي إلى أي مدى ممكن تكون صريحة وصادقة من أي حوار شفاف وحوار يخرج البلد من هذه الأزمة ومن هذه الحرب؟ نعم أخي الكريم، أقول أنا لا أستطيع أن أحكم بنجاح هذه الزيارة أو فشلها لأنها الزيارة الأولى، لكن هي تأتي في إطار التحضير لربما الخطوات التي تجري في إطار. أقصد جدية الأطراف الأخرى أستاذ محمد، أقصد جدية الحوثيين وعلي عبد الله صالح ومن هو في صفهم في اليمن. نعم أخي الكريم، أنا لم أسمع السؤال بس جدية الحوثيين وعلي عبد الله صالح ومن يناصرهم في اليمن في الدخول بحوار جاد وشفاف لإيقاف هذه الحرب والجلوس على طاولة الحوار. نحن في ظل هذه الظروف لا نستطيع إلا أن نأمل من جميع الأطراف أن تشارك في العملية السياسية وأن تبدي بوادر حسن نية. صحيح كان هناك ربما يعني اتفاقيات تم التوقيع عليها ومن ثم تم التنصل من خلالها، لكن نحن ليس أمامنا من خيار إلا أن نأمل من جميع الأطراف أن تنخرط في العملية السياسية القادمة وفي الحوار القادم يعني ببوادر جيدة وبنوايا سليمة وصادقة حتى يتمكن اليمن من تجاوز هذه المحنة التي حلت علينا. ما لم فإن الأوضاع السياسية ربما ستبقى على ما هي عليه، ستبقى حالة التوترات السياسية والتجاذبات السياسية، وستعود الأطراف السياسية إلى مربع الصراع والاقتتال، وهذا ليس في صالح اليمن ولا يخدم اليمن. أنا لا أستطيع أن أشكك في نوايا جميع الأطراف، صحيح هناك تجربة سياسية ممثلة في اتفاق السلم والشراكة والذي تنصلت منه جماعة أنصار الله الحوثيين وأيضا المؤتمر الشعبي العام ولم يلتزموا به، لكن نحن وبعد أن شهدت اليمن تطورات يعني عديدة ممثلة بتدخل التحالف العربي وما يسمى بعاصفة الحزم وأيضا المواجهات المسلحة التي تدرها، وهذه كلفت اليمن الكثير والكثير، ربما أنا أعتقد أن الأطراف السياسية اليمنية وخصوصا الأخوة أنصار الله وأيضا المؤتمر الشعبي العام باتوا على قناعة من أن العودة إلى مربع الحوار والانتسال وعودة العملية السياسية إلى مسارها هي ربما أفضل الطرق وأخطرها وربما أهونها من ناحية الخسارة، لأن اليمن اليوم
يخسر، وأيضا كل الأطراف تخسر بما في ذلك أيضا الأطراف المؤيدة لهذه العمليات. لكن في المقابل أستاذ محمد، يعني من خلال كلامك أنه يعني يعود إلى جادة الصواب والاستماع لصوت العقل، وأنه يعني سيدخلون في حرب يعني قد لا تنتهي ولا بد العودة إلى الحوار. لكن الآن مثلا الهدنة 5 أيام تجد أن هناك خروقات كبيرة، ولا زالت يعني القذائف والقصف في تعز وفي عدن وفي عدة مناطق في اليمن. نعم، القصف لا يزال مستمر، والإخوان أنصار الله لا يزالون أيضا يواصلون حربهم الداخلية، لم تتوقف ولم يكن هناك أي بوادر لحسن النوايا. لكن أنا أعتقد أنه أيضا على المجتمع الدولي أن يبذل حقيقة جهود متواصلة، خصوصا مع حلفاء هذا الطرف كإيران وسلطنة عمان، بإمكانهم أن يلعبوا دور إيجابي في العملية السياسية للذهاب إلى مفاوضات يمنية يمنية حتى يستطيع اليمنيون تجاوز هذه المحنة. إذا استمرت إذا استمر الصراع في المربع الاحتراب والاقتتال الداخلي، وإذا أيضا استمر عملية التشكيك في النوايا، أنا أعتقد أنه لن تتمكن اليمن من تجاوز محنتها. كل ما هو مطلوب الآن هو أن تبدأ جميع الأطراف بإثبات حسن النوايا وبأن تتعامل مع اللحظة التاريخية التي تمر بها الوطن بمسؤولية تاريخية وبمسؤولية وطنية كبيرة. وأنا أمل بأن تحضر الحكمة اليمنية ويحضر صوت العقل حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة. إذا استمرينا بمغامراتنا ومراهقتنا السياسية، أنا أعتقد أنه اليمن سيظل يدفع الثمن وسيظل ينزف، وسنجد أيضا أنفسنا نتطبع ربما يشبه ما يكون. نعم أستاذ محمد، ابقى معنا أستاذ محمد. أعود هنا في الاستوديو للأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، القوى المحلية والإقليمية والدولية إلى هذه اللحظة رغم الإعلان عن المؤتمر للحوار سواء في الرياض أو يكون خارج الرياض، لكن لم تقدم هناك أي ضمانات يعني لإنجاح هذا الحوار. مثلا البعض يرى أن موقف المجلس الأمن رغم يعني تأييده للشرعية في اليمن، رغم مواقفه الصريحة تجاه ما يحدث مثلا أو الخروقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي أو مدعومة بقوات المخلوع علي عبد الله صالح، إلا أن هناك ليس موقف حازم استخدام ضغط عن طريق مثلا روسيا او عن طريق الصين على ايران من اجل خضاعهم للدخول في حوار جاد. كيف تنظر لهذه الجزئيه؟ بالتاكيد هنا يلحظ المرء بان هناك حاله من التراخي كان يفترض ان تفعل على الاقل او يفعل على الاقل قرار مجلس الامن الدولي الاخير، ولكن في تقديري ان مؤتمر الرياض هو ناجح بمجرد انعقاده، لانه هذا المؤتمر لن يبحث في قضايا خلافيه ولن يعيد انتاج مخرجات جديده غير التي نتجت عن مؤتمر الحوار الوطني. لكن الجديد فيه كما قلت انا انه يسعى الى بناء تحالف وطني واسع، وانه يوسع من جبهه المؤمنين بالدولة الوطنية وبالشرعية الدستورية والدولة اليمنية الحديثة. هذه الجبهة الوطنية سوف بطبيعة الحال ستفسد مخطط الحوثيين والرئيس المخلوع لتقويض الدولة وإجهاض العملية السياسية، وهذه رسالة قوية من مؤتمر الرياض، سيخرج بها مؤتمر الرياض بالتأكيد بمجرد انعقاده. أنا في تقديري أن مؤتمر الرياض لن يبحث في قضايا خلافية ولن يصل إلى اتفاق أو اختلاف حول قضايا. المسألة كلها الآن أصبحت واضحة، تصور ورؤية اليمنيين بشأن مستقبلهم أصبحت واضحة. وهل سترى أنه سينجح هذا الحوار بغياب الحوثيين؟ لا شك أن غياب الحوثيين، ما هم لديهم قوة فعلية على أرض الواقع، كيف سينجح؟ غياب الحوثيين حتى الحكومة والدولة لا زالت خارج البلد. غياب الحوثيين والرئيس المخلوع لا يعني فشل المؤتمر. أنت لو تابعت موقف الدول الراعية وهي الدول العشر زائد 4 دول أخرى، أصدرت بيان وأيدت مؤتمر الرياض وأكدت أنها ستحضر مؤتمر الرياض. يعني مؤتمر الرياض سينعقد على مدى 3 أيام بحضور ممثلي الدول الراعية وممثلي المجتمع الدولي، وهذا يعني أن المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي يضع أعينه على هذا المؤتمر ويرقبه باهتمام، وبالتالي يبارك نتائجه. وكما قلت أن هذا المؤتمر سيعزز من فكرة التوحد حول مشروع الدولة اليمنية الحديثة، لن يدخل في جدل حول طبيعة المستقبل. في المقابل إذا ما استمر الحوثيين وعلي عبد الله صالح أستاذ ياسين في هذا النقطة في تعنتهم، يعني بتكون الحرب أكثر مما قد كانت عليه سابقا. لن تكون في حال اجتماع هؤلاء الدول والخروج برؤية واضحة في المستقبل اليمن ورفضها الطرف الآخر.
لا بالتأكيد، هذا المؤتمر هذا سيقدم دليل آخر على أن القوى التي أعلنت الحرب على اليمن وهم الحوثيون والرئيس المخلوع معزولة بصورة أكبر مما كان يجب، وبالتالي كل الحجج التي يقدمها هذا الطرف المتمرد ستبدو ضعيفة أمام قوة الإجماع الوطني الذي سيعبر عنه مؤتمر الرياض ومخرجات مؤتمر الرياض. هنا ومن هنا تأتي أهم يعني مغزى التحرك الدولي الذي يريد أن يوفر مكانا محايدا. بطبيعة الحال الحوثيون والمخلوع يريدون أن يظهروا الأمر كما لو كان حربا بين التحالف اليمن. هم ليسوا اليمن، التحالف تدخله واضح الأهداف وهو إعادة الشرعية الدستورية إلى البلد وإعادة اليمن إلى مسار التسوية السياسية وحماية الأمن الإقليمي من التدخل السافرة للنظام الإيراني. هذه أهداف أصبحت واضحة. لكن المؤتمر الذي يمكن أن تحضر له الأمم المتحدة، هذا طبعا ستحضره كافة الأطراف، لكن في نهاية المطاف لا يمكن أن يحلم الرئيس المخلوع ومعه الحوثيون بأن هذا المؤتمر سيأتي بنتائج مخالفة تماما للنتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني. بالعكس، إذا كانوا يريدون أن يفرضوا يعني واقع جديد من خلال الحرب، فهناك آلة عسكرية أكبر من آلتهم العسكرية، وبالتالي هنا الاعتماد على شرعية الحرب لن يكون في صالحهم. والضحية اليمن، لأن التحالف العربي سيمضي في مهمته إلى أن تتحقق، واليمنيون سيدفعون الثمن. نعم، من خلال كلامك. أعود إلى صنعاء الأستاذ محمد شمسان. أستاذ محمد، هل ستؤثر الاحتقانات السياسية الحاصلة في المنطقة وأيضا الدور الإيراني على مجريات حوار الرياض أم لا؟ كيف تقرأ هذه النقطة؟ أخي الكريم، أولا أنا أعتقد أن حوار الرياض إن كان يعني سيغيب عنه بعض الأطراف سيكون ربما هو مفتاح للدخول في حوار مع كافة الأطراف الأخرى، لأن الأطراف الأخرى هي جزء من المشكلة، وبالتالي يجب أن تصبح جزء من الحل. نحن نواجه عمليات عسكرية بين أطراف متصارعة، وبالتالي من الطبيعي أن تدخل هذه الأطراف جميعها في على تجلس في طاولة الحوار. أما أن يكون هناك حوار من طرف واحد، أعتقد أنه لن نستطيع أن نحل المشكلة. يجب على إيران أن تلعب دور إيجابي، لأن الدور الذي تتمتع فيه إيران حتى هذه اللحظة لا يزال دور سلبي. ربما هناك الكثير من المآخذ السلبية على التحركات الإيرانية خلال الفترة السابقة، وهو ما ربما أسهم في تصاعد حالة الاحتقان، لأنها تعاملت مع طرف سياسي معين وأهملت جميع الأطراف الأخرى، وتعاملت مع وأرادت أن تقول أن هذه هي السلطة الشرعية في اليمن، بينما العالم كله يدرك أن السلطة الشرعية في اليمن تم الانقلاب عليها من خلال عمليات عسكرية وما شابه ذلك وكل الأحداث التي دارت خلال الفترة السابقة. نعم. أنا أعتقد طيب أنه يجب أن تطلع إيران بدور إيجابي حتى تتمكن من الحضور مستقبلا في المشهد السياسي اليمني كطرف مساعد للجانب اليمني. أما أن تلعب دور سلبي كالذي تلعبه في العراق، أنا أعتقد أنه يعني ستكون لإيران ربما ذاكرة سيئة في وجدان الشعب اليمني وفي ذاكرة. طيب أستاذ محمد، بخصوص على أيضا على الإخوة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام أن يمتلكوا قرارهم وأن يكونوا هم أصحاب القرار وأن يتفاعلوا بإيجابية أيضا مع هذه الخطوة، حتى على الأقل يستطيعوا أن يكسروا حالة الجمود والركود التي يعني تشوب علاقتهم بدول الخليج العربي. نعم نعم. وحتى يعني يوضحوا رسالة العالم بأنهم هم جزء من المعادلة السياسية اليمنية وجزء أصيل، ولا يمكن أيضا تجاهله. طيب أستاذ محمد، هل تقرأ في يعني الموقف الإيراني بعد أن تراجع عن السفينة الإغاثية التي أرسلوها إلى اليمن وتم تغيير مسارها إلى جيبوتي لتخضع للتفتيش من قبل قوى التحالف بأمر من الشرعية اليمنية، هل ترى بأن هناك يعني عقلانية للعودة بعدم يعني الدخول بمواجهة صريحة مع قوى التحالف في اليمن؟ طبعا إيران لا يمكن أبدا أن تخالف الإرادة الدولية أو حالة الإجماع الدولي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا اليمن. لكن ما حصل خلال الفترة السابقة هي محاولة للابتزاز فقط، ومحاولة لتسجيل مواقع متقدمة من أجل الحصول على مكاسب. يعني إيران دائما تستخدم المناورات السياسية، لكنها في الأخير سرعان ما تنصاع إلى الإرادة الدولية، وليس بإمكان إيران أن تواجه المجتمع الدولي والذي يشهد حالة إجماع منقطعة النظير فيما يتعلق بالقضايا اليمنية وفيما يتعلق أيضا بالأحداث
حدثت باليمن، لأن هناك إرادة دولية حقيقية على أن على إجبار اليمنيين من أن يتجاوزوا مهنتهم ومن أن يعودوا إلى مسار العملية السياسية الطبيعية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة ألوان الطيف السياسي. أنا أعتقد أنها محاولة ابتزاز، لكن ها هي الآن ربما يجب أن يلتقطها المجتمع الدولي وحتى قوات التحالف، من أن إيران أيضا قدمت رسالة إيجابية ينبغي أن نأخذها في من الجد وأن نتعامل من هذا المسار أنها التزمت في قرارات الشرعية الدولية وتوجهت للتفتيش، وبالتالي يجب أن يجبرها المجتمع الدولي على أن تحظى بدور إيجابي في العملية السياسية اليمنية. لكن التعامل مع إيران وكأنها يعني ربما هي العدو اللدود لليمن ربما قد يدفعها إلى أن تلجأ إلى استخدام أساليبها التي تضر في حالة الإجماع الوطني والتي تضر أيضا في وحدة النسيج الاجتماعي اليمني. نعم أستاذ محمد، سؤال أخير، ما هي برأيك الضمانات التي ممكن تبنى عليها نجاح مؤتمر الرياض وعودة اليمنيين للحوار وإيقاف صوت الرصاص وصوت الحرب الذي يعني أوصل البلاد إلى هذه الحالة المأساوية؟ حقيقة أنا أراهن على الحكمة اليمنية، أراهن على أن جميع الأطراف تستشعر اللحظات التاريخية الحرجة التي يمر بها الوطن، وبالتالي انطلاقا من مسؤولية الوطنية يجب أن تتعامل بإيجابية. لكن الضمانة الحقيقية والأكيدة التي يمكن أن تنجح الحوار القادم هي أن تتوفر بوادر حسن النية لدى جميع الأطراف، وخصوصا هنا جماعة أنصار الله والتي ربما تركت يعني انطباع ربما مشوب بالحذر نتيجة تنصلها من الاتفاقات السابقة التي وقعت عليها، وخصوصا مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم المشترك. نعم الصحفي محمد شمسان كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الاستوديو مع ضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، أنت من وجهة نظرك هل سيشهد اليمن حل من اليمن اليمنيين عفوا أنفسهم، أم سيكون الصوت الأعلى هو صوت المجتمع الدولي والإقليمي؟ المشكلة في اليمن بطبيعة الحال تقاسمتها إرادتان، إرادة محلية وإرادة خارجية. غلبت على الأزمة اليمنية الإرادة الخارجية، الضمانات الخارجية التي أتت من الخارج. مثلا لو لم يتدخل التحالف العربي في الأزمة التي بصورة بأحدث صورها عندما قام الحوثيون ومعهم الرئيس المخلوع بإعلان الحرب على مناطق في البلاد وإدخال البلد في دوامة الحرب، هنا قوات التحالف أحدثت فارقا نوعيا في وأحدثت نوع من يعني إعادة التوازن للمشهد السياسي اليمني، وهذا يدل دلالة كبيرة على أن التأثير الخارجي مهم. وأنا أنظر إليه على التأثير الخارجي والإرادة الدولية الصادقة في إحلال السلام في اليمن هي ضمانات أكيدة، لأن اليمن اليوم تتنازعه إرادات، وهذه الإرادات بعضها خيرة يعني أكثرها خيرة وبعضها شريرة. المشكلة في اليمن هو أن الذي يكتنز كل هذه الإرادة الشريرة يكتنز أيضا معها كل السلاح الذي كان متاحا لليمن، استأثر به واستولى عليه ووظفه توظيفا شريرا يقوم بهدف فرض إرادته الأحادية على اليمنيين. هذه إشكالية كبيرة، عندما يتحول جيش بكامله كانت مهمته حماية المدن ومقدرات البلاد وسيادة البلاد، عندما يتحول إلى عدو مباشر للشعب اليمني كلفة التخلص من هذا الجيش أو ترويضه أو احتوائه ستكون كبيرة. نعم أستاذ ياسين، في بقى لنا دقيقة فقط، برأيك كيف يمكن لليمنيين أن يتجاوزوا هذه النقطة ويذهبوا من مربع الحرب إلى مربع الحوار ويكون هذه المرة صادقا وفق رؤية وضمانات إقليمية ودولية؟ الإيمان بالوطن، الإيمان بالوطن، وأعتقد أن الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية يجب أن تكون برهان كامل لكل الذين أرادوا أن يستخدموا العنف والعنف وحده لتحقيق أجندة سياسية أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في هذا المشوار، وبالتالي عليهم أن يقتنعوا بأن خروجهم من المشهد السياسي بات أمرا ضروريا وملحا في هذه المرحلة. هنا يجب أن نقيس الأمر، يعني الأنانية هل ستستمر على ضمن هذا المستوى المتضخم جدا أم ستختفي الأنانية وسيحضر صوت العقل ويعني على الأقل رحمة بالمواطنين والمدنيين والحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها اليمنيون وولاء لهذا الوطن الذي تحملهم كثيرا. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، أيضا الشكر للكاتب الصحفي محمد شمسان الذي انضم معنا من صنعاء،
والشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم على حسن المتابعة. ألقاكم على رأس الساعة في نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله.